السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن احوالكم. اليوم غنتكلموا على واحد الحشبه اللي هي خطيره جدا جدا جدا، راه ما يمكنش البنات. واحد العشبه عندها واحد الامتيازات الطبيه اللي هي واعره، راه دمار البنات، راه ما يمكنش. فإذا كنتي مهتمه بهذا الموضوع هذا تبعي معايا لا فيديو، وما تنساوش ديروا لي واحد القليب اللي هو كبير. ايوا اجي نتعرفوا على هاد العشبه شنو هي. هاد العشبه هي الكرافس البنات، راه عشبه طبيه، راه ما يمكنش، راه احسن من الزعتر والازير وحتى الزعفران اللي غالي. اما ربطه ديال الكرافس راه غير بجوج دراهم، راه ما يمكنش. راه ابحاث علميه هي اللي كتاكد لهاد الهضره هذه، راه كتخفض لنا الكوليسترول بالنسبه للناس اللي عندهم ارتفاع ديال الكوليسترول، وكتصلح لنا الجهاز الهضمي، مسكنه للالام بالنسبه للسيدات اللي كتجيهم العاده الشهريه بالالم، راه تقدروا تشربوها غير عصير ديال الكرافس، وكيخفض ديال الالم ديال الدوره الشهريه، وهي مقويه للعضلات القلب، كتوسع الشرايين ديال القلب، وكتزيل السموم من الجسم. تقدروا تشربوا غير عصير ديال الكرافس، ها انت درتي الديتوكس ديال الجسم ديالك، ديتوكس طبيعي. ايوا الا شفتوا فاش كنشربوا الحريره، راه الحريره كتعرفوا كتكون في واحد النسبه كبيره ديال الكرافس، راه كيجينا النعاس كنطخاو. هي شنو كدير؟ كترخي لينا العضله، وكتحسن لينا بحال كتحسن لينا الصحه ديال العضله، كتخلي هنا كنحاول نوصل لكم المنافع ديال هاد ديال الكرافس. راه تقدر تشدي غير ربطه بجوج دراهم ديال الكرافس، وما ماشي غادي تخلطي الربطه كامله، راه كتشدي غير عويد وديريه مع العصير ديال الليمون وطحني. ها انت العصير ديالك واجد كل نهار يوميا البنات، راه هو منشط لهرمون الرجال وكذلك النساء، وكيخفض واحد النسبه كبيره من ورم السرطاني، وفيه كذلك واحد النسبه كبيره ديال البوتاسيوم والمغنيسيوم بالنسبه للسيدات الحوامل اللي كيضرهم رجليهم بالليل. فاكيد اي امراه حامل راه غتاكد ليا هاد الهضره واكدوا ليا هاد الهضره في التعليق. بالنسبه للسيدات الحوامل اللي كيشدوهم رجليهم، العضلات ديال رجليهم بالليل، راه مزيان ليهم العصير ديال الكرافس لانه كيرخي العضله خصوصا بالليل. جربوها وردوا عليا اخبار، ردوا عليا في هاد لا فيديو هادي. انا من هاد الابحاث هادي اللي بحثت ما بقيتش باغا نستغني على الكرافس، بغيت ندير تحدي ديال 30 يوم اولا 60 يوم ديال الكرافس نشربه يوميا. فاللي بغات تبدا معايا التحدي تخلي ليا في التعليق بلي انا باغا تبدا معايا التحدي. فاللي بدا التحدي تخلي لي تعليق هنايا من بعد 3 شهور اولا شهرين، وترجع وتقول لنا النتيجه اللي عطاها هذا العصير هذا. وكذلك ما تنساوش بانه كيصفي البشره بواحد الطريقه اللي رهيبه، انه الابحاث اللي بحثت وقريتها بانهم كيقولوا بان الكرافس انه كيحيد كاع الحبوب اللي كاين في الوجه، وكذلك ليطاش اللي كاينين في الوجه انه كيصفي الوجه. واكيد مادام انه كيصفي الذات من السموم، راه العصير ديال الكرافس كيتعتبر عصير الملوك. فكنتمنى هاد لا فيديو تستافدوا منه، وشوفوا الوصفات اللي حطت فيه، راه كاين فيه بزاف ديال الوصفات ديال الكرافس، وكنتمنى تستافدوا منه. ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم، وكذلك يصلح للناس اللي كيصبحوا منفوخين لانهم كيكون عندهم احتباس ديال السوائل، هو كذلك يصلح لهم، راه عنده بزاف ديال الفوائد والمنافع. فكنتمنى تبحثوا على هاد العشبه هادي، فكونوا اكيدين بان هاد الهضره راه ما غتسمعهاش مع حتى شي طبيب. الا كنتو مريض راه غادي يكتب لكم الدواء وغتمشيو تشروه. فانا كنتمنى تبحثوا على هاد العشبه هادي كتر، وتستافدوا منها كيف ما استفدت منها حتى انا، وعجبني هاد الشيء اللي وصلت ليه صراحه ما كذبش عليكم. كنتمنى تستافدوا حتى نتوما من لا فيديو. فإلى مازال ما تغطيش على زر اعجاب، تغطي على زر اعجاب هكا باش يوصل لاكبر عدد ديال المشاهدين، وبغيتهم يستافدوا اكثر. وهذه البنات شوربه ديال الكرافس اللي حطيت لكم هنايا، راه فيه واحد الطرف ديال الكرافس يعني ماشي بزاف، وديروا معاه واحد شويه ديال البطاطا اكيد، وواحد شويه ديال البصله، وتديروهم حتى مع الماء عادي
طيبوا واحد شويه. من بعد راه كنطحنوهم مع الشربه ديالنا، وكندير واحد الطريس ديال الثومه كذلك حتى هو كنساوش، ندير واحد شويه العطريه اللي كتعرفوا عطريه خفيفه بالنسبه للشوربه، راه ما كتبغيش بزاف ديال العطريه. وها الشوربه ديالكم موجوده، فكنتمنى تستفدوا من لا فيديو، وما تبخلوش عليا من التعليق ديالكم وبلي بارطاجيش.